في فقرة الصحة، هل تعانين من أوجاع خلال الدورة الشهرية؟ فهذا مؤشر لبطانة الرحم المهاجرة. امرأة من كل 10 نساء تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، وهي حالة شائعة عند النساء ما بين عمر 20 و40 عاما. الصبايا اللي بيصير في عندهم وجع وقت الدورة، بس وجع شديد. هلا أكترية الصبايا بيفكروا انه هذا شيء طبيعي، انا والدتي نفس الشيء او اختي الكبيرة نفس الشيء، ودائما بيقولوا لي انه بس تحبلي او بس تولدي رح يخف هذا الوجع. مزبوط اوقات، بس في كثير من الاوقات بيكون في عندنا شيء اسمه اندومتريوسس. مشان هيك كتير مهم انه اي صبية بيصير في عندها وجع شديد ايام الدورة، خصوصا الصبايا اللي بيضطروا يجوا على المستشفى ويجوا على الطوارئ وياخدوا ابر، لازم يشوفوا حكيم نسائي لحتى يشوفوا اذا في احتمال ان يكون عندهم اندومتريوسس. ناهيك عن الالم اثناء الدورة الشهرية، للاندومتريوسس اعراض اخرى. ممكن يعملنا كيس دم على المبيض، التصاقات بقلب الحوض. كثير من الستات اللي هن بيروحوا بيجربوا يحبلوا وبيعملوا كل شيء مزبوط تيحبلوا وما بيحبلوا، نسبة عالية منهم بيكون في عندهم اندومتريوسس. العلاجات متوافرة ومتعددة. أكثر شيء شائع صبية صغيرة بالعمر عم بيصير في عندها وجع كتير وقت الدورة، بتنعطى حبوب منع الحمل، بيخفف الاندومتريوسس إذا كان موجود، وممكن يخفف إنه هذا الشيء يتطور. كتير أوقات نضطر إنه نتدخل جراحيا، بس استئصال الاندومتريوسس اللي هي بتعملنا مثل نقط دم على الرحم على المبيض جوا بقلب البلفس بالحوض. فكتير مهم إنه إذا بدنا نعمل عملية، طبعا بتنعمل بالناظور، بس لازم تنعمل مع حدا مختص بالاندومتريوسس حتى نشيل الاندومتريوسس كله، ما نأذي المبيض، ما نأثر على الخصوبة بالمستقبل، وبنفس الوقت نتابع بعدين لحتى ما هذا الشيء يروج. الألم الشديد أثناء الدورة الشهرية ليس بأمر عادي، لذلك استشيري طبيبك.